صباح الخير، اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ايمان عاطف في جروبي على الفيس ام اي كيك. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ الكنتاكي اللي دايما الاولاد بيطلبوها، وطبعا دلوقتي زي ما احنا عارفين المحلات قافله، والمفروض ان احنا نلبي رغباتهم وان احنا نعمل لهم كل حاجه في البيت لانها بتبقى انضف واطعم يعني. فالفراخ دي سهلة جدا، اهم حاجة تجيبيها تكون فراخ يعني مش كبيرة قوي في الحجم. عايزة تجيبي فرخة كاملة وتخلي الفرارجي يقطعها مثلا قطع صغيرة، او تجيبي وراك وتقسمي الورك قطعتين او ثلاثة زي ما تحبي. ده اللي انا حاطاه في الصينية، ده لبن رايب يعني. لو عندك لبن رايب شيليه في الفريزر هتحتاجيه للوصفة دي، او طبعا زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات بتاعه الكيك اللي انا عاملاها كلها على القناه كانت معموله بلبن رايب. يعني احنا دلوقتي عندنا كذا استخدام للبن الرايب اللي هو الفرايد تشيكن اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، وكمان الكيك بكل انواعه اللي انا عاملاه على القناه تقدري تعمليه باللبن الرايب ده، غير القرص برضو كنت عامله طريقتها على القناه معاكم. يعني ولسه في استخدامات تانية ان شاء الله برضو هقولها لكل اللبن الرايب، علشان طبعا الصيف جاي واللبن ساعات بيقطع بسرعة، فهقولك ما ترميهوش، في حاجات كتير ممكن تستغليها فيه. دلوقتي اللبن الرايب عندي انا حطيت له ايه من التوابل، حطيت له فلفل اسود وكركم وبصل بودر وثوم بودر وحبهان مطحون، وحطيت كمان توابل فراخ لو مش عندك مش مشكلة، ومستردة بودر تمام، وطبعا الجنزبيل بيبقى طعمه واضح قوي في الفراخ اللي احنا بنجيبها اللي هي بتاعت كنتاكي مثلا دي. فلفل اسود، جنزبيل، كزبرة، كركم، حبهان مطحون، مستردة بودر تمام. هنحط بقى كل التوابل دي، طبعا هنحط معاهم ملح والثوم البودر والبصل البودر، هنحط معاهم ملح وهنحط كمان خل. فرضا ان ما عندكيش لبن رايب، ممكن تشتري لبن رايب، ممكن لو عندك لبن تحطش عليه خل، هيروب. فدلوقتي احنا حطينا كل التوابل دي وحطينا معاهم الملح وهنحط كمان الخل، وهنغسل الفراخ كويس وهنقطعها. دلوقتي هنقلب التتبيلة دي كويس جدا. عندي بقى الوراك قطعتها اتنين، ممكن لو عايزة تقطعيها تلاتة، بس اهم حاجة تعملي فيها فتحات كده من الجنب وتنزليها بقى في الايه في التتبيلة الحلوة دي. التتبيلة دي طبعا لما بتسيبي الفراخ فيها، يعني لو مثلا انتي عايزة تعمليها بكرة يبقى من بالليل تحطيها في التتبيلة دي ولبن الرايب وتغطيها كويس وتشيليها في التلاجة لتاني يوم. ده بيساعد ان الفراخ تبقى طرية جدا من جوه وطعمها بيبقى جميل قوي على فكرة. كل ما قعدت اكتر كل ما طعمها كان بيبقى احسن. هنحاول بقى ان احنا نغطيها كويس. وتلفي بقى الصينية كلها كده بستريتش ريب وتشليها في التلاجة لتاني يوم. ممكن على فكرة تحطيها كمان في الفريزر لتطلعيها تستعمليها بعد كده. يعني انا القصد ان هي كل ما تقعد اكتر في التتبيلة دي كل ما ايه خلى الفراخ بقت احلى. نحاول بس ان احنا ايه نغطيها حلو ونخليها ايه توصل لكل القطع. هنا بقى انا غطيتها كويس بالستريتش ريب وهدخلها التلاجة. انا كنت عاملاها بقى بالليل وكنت هعملها تاني يوم. تاني يوم بقى كنت هطلعها عشان اعملها، فجهزتها بقى ايه ان انا عملت لها الدقيق بقى
اللي احنا هنحطها فيه ده عبارة عن دقيق ونشا ونفس التوابل اللي انا كنت حطها في اللبن الرايب، هحط زيها مع الدقيق. يعني انا مثلا لو هستعمل لها نص كيلو دقيق، هي بالظبط خدت نص كيلو دقيق عشان انا كنت عاملها حوالي 7 وراك ومقطعهم، فحطيت نص كيلو دقيق وحطيت بقى الملح والكركم والبابريكا والبصل باودر والثوم باودر والحبهان المطحون والجنزبيل والفلفل الاسود والكزبرة والكركم، حطيت كل ده وحوالي كوباية نشا وقلبتهم مع بعض وطبعا الملح. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هاخد كل قطعة من التتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها دي هحطها في الدقيق، الدقيق ده عليه نشا، واطلعها منه واحطها اللي جاب دي ميه متلجة، يعني ميه كان فيها قطع تلج، هطلعها بقى من الدقيق والنشا ده على الميه اللي التلج وهرجعها تاني للدقيق والنشا زي ما هنشوف دلوقتي. يعني مش قادرة اقول لكم هي عجبت الولاد ازاي، يعني كانوش عارفين يبطلوا اكل فيها وكانوا عاوزين تاني، مع ان انا كنت عاملة لكل واحد ورك يعني ومقسمة على 2، بس يعني عندي اسيا وماريا الاتنين دول ما بيرضوش ياكلوا لحوم خالص، دي بقى عجبتهم وبقوا عايزين ياكلوا منها كتير. زي ما احنا شايفين انا طلعتها من الدقيق على المية اللي بالتلج دي ورجعتها للدقيق تاني، بس لازم تروحي هبداها كده، مش محتاجين نحطها في كيس ولا حاجة ونرجها، انت بمجرد لما تمسكيها من العظمة كده وتروحي مخبطة عليها جامد كذا مرة كده هتديكي الشكل اللي هو الكريسبي اللي هو، وتبقى مقرمشة وهتديكي الشكل اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع الدجاج كنتاكي. نفس الحكاية هاخد برضو تاني قطعة احطها بقى في الدقيق والنشا والتوابل والملح اللي احنا عملناهم، وبعدين نرجع نحطها في المية المتلجة ونرجع نرجعها تاني للدقيق والنشا ونخبطها كذا خبطة كده. زي ما احنا شايفين لما تخبطوها كذا خبطة كده بتخليها مكرمشة كده ومخرفشة زي الشكل اللي احنا ايه طبعا كلنا بنبقى عايزين نعمل زيه، وهتشوفوا بعد ما هتتحمر هيبقى شكلها عامل ازاي. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. طبعا لو عايزة تقسمي القطعة دي على 2 كمان زي ما تحبي، بس هي استوت عادي يعني وهي كبيرة كده هي استوت كويس برضو. المستردر باودر يعني بتفرق جدا في الطعم وهي اللي بتديها الطعم المميز بتاعت الجاهزة، وطبعا الجنزبيل الباودر نفس الشيء. شوفوا انا بخبطها ازاي، هكمل بقى الكمية كلها ونروح علشان نشوف هنحمرها ازاي. دلوقتي وانتي بقى بتشتغلي فيها كده تشغلي ايه الطاسه على الزيت، علشان انا عايزه الزيت يبقى سخن جدا، يعني لازم تكوني مسخنه الزيت على اعلى درجه بحيث ان انتي لما تنزلي فيه الفراخ يبقى الزيت بيغلي، علشان احنا بعدها على طول هنوطي على الفراخ عشان نسيبها، لان احنا مش سلقينها احنا حاطينها نيه، فاحنا هنوطي على الفراخ ونسيبها في الطاسة حوالي ربع ساعة بالظبط، هتطلعيها هتلاقيها مستوية من جوه كويس، لكن لو اقل من ربع ساعة بدقيقتين هتطلع فيها دم. طب لو طلعت فيها دم نعمل ايه؟
ندخلها الفرن شوية تكمل تسويتها. بس هي الربع ساعة كفيلة جدا ان هي تسويها كويس. زي ما قلت لكم انا بقى كنت حاطة الطاسة فيها زيت غزير وسيبته يغلي جامد، بحيث اول ما تحطش الفراخ بصوا تلاقوها ايه بتعمل المنظر ده كده. تحطي بقى كل الفراخ وتروحي موطية وسايباها، ممكن كمان تغطي عليها يعني، بس انا ما غطيتش، سبتها ربع ساعة واستوت. يعني ربع ساعة، يعني اول انت طبعا قبل الربع ساعة دي بتلاقي الفراخ من تحت احمرت، فتروحي قلبيها وتسيبيها بقى ايه تاني، يعني ممكن في ربع ساعة في نصهم، في يعني اول 7 دقايق بتقلبيها وتسيبيها الناحية التانية 7 دقايق برضو. شايفين بقى الطريقة سهلة جدا ازاي، وكمان النتيجة تحفة والطعم رائع، ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا كنت بحمر في زيت عباد الشمس، عشان زيت عباد الشمس كنت بستخدم زيت عافية عباد الشمس، لانه هو ما بيسودش يعني وما بيتحرقش، فبحب احمر فيه. حتى خلصت الكمية كلها، وكان الزيت كمان حلو قوي يعني ما جرالوش حاجه. هنا بقى وانا بطلعها بصوا لونها، بصوا بقى هي مخرفشه ازاي من بره كريسبي، يعني كانت هايله بصراحه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهي يعني طريقة مختلفة للفراخ، وكمان علشان ما نجيبش بقى حاجة من بره اليومين دول، وفي نفس الوقت نعمل لهم كل اللي بيحبوه في البيت. ده شكلها هو النهائي. ده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله تجربوه وتبعتولي التطبيقات على جروب الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.